محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. احنا وصلنا عند الحديث رقم كام؟ ان شاء الله يوم الخميس القادم، لا الخميس بعده ان شاء الله اختم. وصلنا ونقرأ، سنقرأ كل الأحاديث عشان يعني لو واحد فيكم كان غائبا يعني يكون إجازته إن شاء الله إجازة صحيحة، وإن شاء الله غالبا في رمضان أو بعد هذا الدرس نقرأ الأربعين للمنذري إن شاء الله. إن شاء الله نقرأ الأربعين للإمام المنذري، كتاب عظيم قوي، كتاب أربعين حديث في الأحكام. في الأحكام طبعا شافعي مالكي، أحاديث للمذاهب كلها، لكن يعني لما نقرأ هيكون رحلة جميلة إن شاء الله كده، نعرف بعض الشروط بعض الأركان. إحنا شافعية لكن ما فيش مانع نتعرض لبعض المذاهب الأخرى. مذهب الإمام مالك قريب منا، مذهب الإمام أبو حنيفة يخالف لينا، فنعرف المذهب القريب والمذهب المخالف، الحنابلة شوية شوية، مذهب الحنفية مذهب عظيم، مذهب الإمام مالك مذهب عظيم، أحمد بن حنبل مذهب عظيم، الشافعي مذهب عظيم، يعني نطوف كده شوية. لو قول يخالف المذاهب الأربعة ممكن يعني نذكره. فدايما اطلاع الطالب على المصادر كتفسير آيات الأحكام وأحاديث الأحكام من الأمور المهمة، بس يا ريت تحفظ أهو الكتاب ده، احنا داخلين على ست شهور، ليه لا تحفظ؟ يعني زيادة عن ست شهور ونحن نقرأه. طب الأربعين للمنذري ممكن نقرأه في شهر شهرين عشر رمضان، قول شهر، كل أسبوع نقرأ عشر أحاديث، إيه المانع؟ حديث صغيرة يعني، ما فيش غير حديث طويل بس بتاع التيمم أو الوضوء، حديثين نصف صفحة، باقي الأحاديث سطر سطرين سطر سطرين، احفظ كل يوم حديث، ينتهي رمضان تبقى حافظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة من غير ظهور ولا صدقة من غلول. حديث كامل أو مرة 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 مرة، يعني يكون خير إن إحنا نقرأ، وعلى الله يأتي بوقت فراغ نقرأ كتب كبيرة إن شاء الله. يلا يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم وبالراحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفع المصنف الإمام السيوطي، عمل إيه الإمام السيوطي؟ جمع الجامع الكبير 53,000 حديث، 53,000 حديث، بس كتبه بطريقة المسند عن إبراهيم كل أحاديث إبراهيم، بعدين إسماعيل كل أحاديث إسماعيل، دون أن ينظر إلى مين؟ إلى الباب، إلى الباب. المهم أن هذا الحديث رواه أبو هريرة في باب الزكاة، الحديث الثاني في باب الصلاة، الثالث في باب المال الاقتصاد، المهم عن أبي هريرة. طيب، ثم جمع لنا الجامع الصغير عشان ده غير الجامع الايه كبير، الجامع الصغير 10,000 حديث، انصحكم تشتروا. الاندونيسيين مكتبة دار الحرمين طبعته طبعه خفيفه كده جميله، انا احب الطبعه دي صراحه. ليه؟ طبعه خفيفه وجميله ومجلده ورخيصه، فلو واحد فيكم جاب وباع في مصر هنا يربح، تروح تشتريها من اندونيسيا ب 10,000 روبية تبيعها هنا في مصر ب 100 جنيه تربح. ايه المشكلة يعني؟ معظمكم حرامية، صراعكم في العلم أفضل. كتاب جميل أوي رائع، لو أنا استطعت لبيع له، ماشي يا مقصد؟ خلاص؟ ما أعرفش يتباع، ممكن يباع لك ب 30,000، لكن رخيص برضه، رخيص. إنترنت مولانا، ونزل كل أسبوع باب. يعني أبو هريرة مثلا حرف الهمزة، خد طبعا
يعرف الهمزة ولا طلع 20 حديث 50 حديث كل يوم بص في مبسط خلال أسبوع تحفظ 20 المدى في خلال سنتين ثلاثة تحفظ 10,000 حديث بالنظرة لأن الحديث سطر سطر عينك تبص كده تحفظ. ثم جاء الإمام السيوطي وجعل 40 حديث في الأحكام والزهد والأخلاق ثلاث أبواب. الأحكام شرعية تقريبا يعني 32 حديث 30 حديث كده وبعض النهايات كده في الزهد والأخلاق والرغائب. الإمام المنذري كله حديث أحكام. المانع نقرأ مع ما نقرأه يوم الجمعة من تفسير لآيات الأحكام ما شاء الله خلاص كده موضوع جميل معك تفسير آيات الأحكام معك أحاديث الأحكام معك الفقه الأحكام تبقى قرأت الدليل تبقى كده قوي في المادة. قول عموس الإمام السيوطي اتولد في القاهرة سنة 849 على الرابعة وانتقل في القاهرة سنة 911 يبقى 849 و 911 أبوه جاء من أسيوط إلى مصر القاهرة سنة 820 سنة 800 وكام؟ وقبره معروف يزار الحمد لله قبره معروف يزار. نعم سيدي قبره هنا ليس في 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 أسيوط الله أعلم ماذا في أسيوط. نعم نسأل إن شاء الله. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا ومشايخهم وقراء مصنفاتهم وشرحها في الدارين آمين. آمين. الحديث 33 ماشي. اشفعوا تؤجروا. الشفاعة طلب الخير للغير هذه شفاعة. يا مولانا نعم أنا بس أريد طلب نعم أريد أخذ أجازة أو عاوز أدخل الدورة هنا وألتحق بعد بدء الدورة فالشيخ يرفض فأنا ذهبت معك إلى صاحب الدورة وقلت له معلش رجاء تدخل هذا الطالب أي حاضر يا مولانا فهو فرض وأنا فرض لكن أنا وهو صرنا شفع شفع يعني إيه مثنى فهمت الشفاعة يوم القيامة أنت وحدك مين معك الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إيه ده تذاكر فيه في دورة يا ابن حرام تذاكر في أسماء الكتب يا جيلة شاهد أنا يوم القيامة وحدي لا الرسول معك صلى الله عليه وسلم يبقى كده مين شفاعة في الدنيا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا الكتاب هذا الحديث اختصر الإمام السيوطي على مين على الشاهد لكن احنا كتبنا لكم نص الحديث عشان تعرف قول يا سيدي تمام الحديث يعني تكملة الحديث كاملة وهذا ما سنفعله ان شاء الله مع ما فعله الامام ملا علي القاري عمل كتاب الاربعين في جوامع كلم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشرحه له مولانا السندي ف كان يقتصر ايضا على مين على نص الحديث لكن ان شاء الله احنا سنحاول نجعله يعني باذن الله كاملا ولعل الله يرزقنا ان نفعل عليه حاشيه ان شاء الله خلاص لكن بعد ما خير يتزوج ان شاء الله بحيث تجمع مال الصدقات في العصر ونطبع الكتاب لسيد خير ان شاء الله خلاص موافق ولا منافق منافق معروف خير موافق ليه الرجل يتزوج وناخذ صدقات الزواج حلال ده ولا حرام؟ مش عارف. قول يا سناخذ من الست نور، الست نور احنا عايزين قرض حسن لمده 300 عام. مقصد موافق ولا منافق؟ موافق كل الفلوس في البنك هاتي قرض 300 سنه. ان شاء الله السداد
سنة 2323. لو بالعربي هيكون يعني 300 مثلا و 14. هو 2314. موافق ولا منافق؟ حسن مخلص موافق؟ موافق خلاص الحمد لله. حفيف أنت وكيلي في قبض المال، تعرف ولا ما تعرفش؟ خلاص نور مش منافق ولا مقصد منافق، غالبا عفيف هو المنافق، الغالب عفيف هو اللي ايه شوف، ويمنعون المعون ده لا يدفع شيء لكن يمنع، ويمنعون المعون. قول يا ابني مش عاوزين حاجه منكم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، إذا أتاه طالب إيه حاجة إيه اللي يحصل؟ أقبل على جلسائه. من منكم يقضي حاجة أخيكم؟ أدي الشفاعة. فصار صاحب الحاجة والرسول اثنين. ممكن أنا لا أقضي حاجتك أنت، لكن حاجة عشان الرسول هو القائل فأنا أقضي الحاجة. فأنا لا أحب مقصد لكن علشان عفيف يتوسط أنا أقبل مثلا يعني. فهمتم؟ هذه الشفاعة طلب الخير ليس لي للغير. قال صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخ نكرة، أي أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. نعم. أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا. اشفعوا تؤجروا من الأجر من الله والثواب من مين؟ من الله. ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. يعني اللي ربنا عايزه هيكون على لسان نبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر وينهى، والخير في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والشر فين يا مولانا؟ في معصيته. نعم. متفق عليه وفي رواية. ما معنى متفق عليه؟ أي اتفق على روايته البخاري و يبقى صحيح. نعم. وفي رواية ما شاء. حاضر، يعني يقضي الله ما شاء. الخير في ما اختار الله، قد يكون الخير في أن الأمر يتحقق الآن، يتحقق. قد يكون الخير في أن الأمر يتحقق ولكن يتأخر، يتأخر. قد يكون الخير في أن الأمر لا يتحقق، فيوم القيامة ترى الأجر والثواب أفضل. يا رب أتزوج زينب، تزوج زينب بعد عام طلقها، ما تعرفش أين الخير. يبقى يا رب أتزوج زينب والله يعلم أن زواجك من زينب ليس خير فلا تتزوجها. يا رب أتزوج زينب هذا العام، الخير تتزوجها بعد عامين ثلاثة، يبقى التأخير إيه؟ أفضل. فإما أن يكون الخير في عدم تحقيق الرؤية، تحقيق الدعوة، أو تأخيرها أو تعجيلها، ولكن إذا لم تتحقق الخير فيما اختار الله، فسترى الأجر والثواب من الله كثيرا. الحديث الرابع والثلاثون. حاضر. المرء مع من أحب. ده جميل. مين المرء؟ الإنسان. مع مين؟ مع من أحب. أحب مين؟ أحب أخوه الإنسان. الخلاصة إن في شاهد هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمور المسلمين، جميل، ويهتم بأمور المسلمين أجمل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم ليس بنفي، ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين. كان الإمام محمد عبده، تعرفون محمد عبده اتولد 1849 وانتقل إلى رحمة الله 1905 ميلادي طبعا. شيخ محمد عبده رحمه الله كان حزين زعلان، فأمه إذا دخلت عليه وهو صغير فوجدته حزين كانت تقول له سؤال جميل أوي، أمات مسلم في الصين؟
كان يحزن إذا تعرض مسلم لمصيبة. إحنا عن نفسي أنا الشيخ هشام أقول كل المسلمين تعرضوا لمصيبة أنا لا أرضى. ليه؟ لم نتعود. لكن شوف هو كان عنده أخلاق. عنده أخلاق. زعلان مهموم عشان أمور مين؟ المسلمين. إحنا لا. لكن نحاول نغير من أنفسنا فنهتم رويدا رويدا. عشان كده الشيخ يهتم بالطلاب. الطلاب تهتم بالشيخ، الطلاب يهتموا بعضهم ببعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ايه؟ يعني الاحجار دي كل حجر بمفرده يعني لا يساوي شيء. لكن لما وضعنا حجر مع حجر ثم اسمنت في الوسط صار ايه يا مولانا؟ صار حائط قوي. ادي المؤمن للمؤمن كالايه؟ قوي. المؤمن قوي بإخوانه. يعني قوي بإخوانه؟ مع إخواني قوي. هو ده المراد. نحن نسأل دائما الطلاب، من يعرف طالب فقير يخبر الشيخ. الشيخ معهوش فلوس، لكن ممكن نبحث. أنا واحد مع فلوس مساعدة للطالب، لكن أنا أعرف مكان يعطي مساعدات وأنا فقط الذي أذهب، وأي طالب يذهب للمساعدات أنا أرفض. هو ده، هو ده، ده الذي لا يحب الخير لمين؟ لأخيه. شيخ يعطي درس، أنا أريد أنا فقط، ولا أخبر جاري في المنزل عشان هو يكون جاهل وأنا عالم. هو ليس عنده إجازة، أنا معي إجازة. طب في مكان يوزع كتب مجانا، أنا آخذ. طب صديقي لا أعطي عشان أعود إلى البلد أنا أعلم منه وأنا أفضل منه. النتيجة إن كنت أفضل منه علماً وإجازة، ولكن أنت أسوأ منه أخلاقاً. عشان كده مولانا شوف الآية، وتعاونوا على البر اللي هو الإيه؟ خير. ولا تعاونوا على الإثم والإيه؟ أدي الهم للمسلم. عشان كده دايماً تجد الإنسان الذي يخدم زملاءه ويخدم طلابه، يا ربنا يكرمه. سيد مقصد يخدم زملائه، حمزة يخدم زملائه، يعني خير. الرجل بيسجل لنا التسجيل. شوف امبارح الرجل يسأل يقول خير فين؟ قلت له عايز يعرف التسجيلات اللي بيسجلها خير. فأنا أرشدته قلت له خير ده منافق يأخذ التسجيلات ولا يعرضها على أحد، الله أعلم ممكن يقتله بكرة. يسعى كتاب 10 جنيه، طالب يبيعه يكسب جنيه. هو جنيه ليس ربح، ده نوع من انواع المساعده والتنظيم فقط. فهمت؟ هذه مساعده. انت فين من احبابك؟ لماذا لا تمشي في قضاء زواج البنات، زواج الشباب؟ ليك صديق مش متزوج وفي بنت طيبه جميله من احبابنا غير متزوجه، لماذا لا نجعلهم يتزوجان؟ يبقى في مساعدة. كان زمان السيدة نزيهة كانت وحدها، فصاحب البيت قال لها مع السلامة امشي لأن جاء سكان جدد ويمشون الآن، طب نعمل إيه؟ فأخبرنا الطلاب، أعتقد كان في واحد اسمه غازي من بنكوك، ما أعرفش مين من طلاب، كان في طالب برضه ماليزي بس مش فاكر مين، لا أتذكر. اثنين طلاب تاني من جنسيات مختلفة، هي امرأة، ذهبوا وحملوا الأمتعة في ساعة ثم إلى بيت جديد. يعني الحمد لله طلاب من أندونيسيا ذهبوا، طلاب من مش عارف مين، لكن هي عيني مسكينة كيف تحمل وهي بنت ليس لها أب وليس لها أخ. هذه التعاون، حتى الناس عندما يروا أن امرأة ومعها رجال يعني يكون في احترام، يخافوا يعملوا معها مشكله. لكن لو وحدها ممكن مع السلامه يمشي. شوف ادي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ وكان الرسول يمشي في قضاء حوائج الناس ولم يرد انه قال لا ابدا. من ضمن الشواهد انه راى ثوبان كان عبد عنده اعتقه اسمه مولى،
يقول لك قابل الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه ثوبان. يعني ثوبان كان عبد عند الرسول والرسول اعتقه صلى الله عليه وسلم. فشاف الرسول ثوبان وهو زعلان كده مهموم. خير سيد ثوبان يعني تزعلان ليه؟ قال افكر فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التفكير في الرسول يؤدي الى الغضب؟ يعني لا، هو رجل شوقا الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه وهو في الدنيا. قال افكر فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف التفكير في يؤدي الى الهم والاحزان؟ التفكير في الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي الى الفرح. فقال ثوبان يعني ان دخلت انا الجنه لن ارى. انت في المقام المحمود، انت هنا في مصر، أيوه. انت في القاهره وانا في القاهره، بس انت تسكن في الرحاب في التجمع، وانت ساكن فين؟ في مقابر الدراسة. مقابر الدراسة في فرق كبير من هنا وهنا، يعني معلش. فلن ارى، قد يكون في الدراسة افضل، دراسة ارض العلم والعلماء، فلن ارك. انت هناك وانا هنا. وان دخلت النار يعني برضو لن ارك. انت في الجنة وانا فين؟ في النار. يعني في الحالتين انا لن اراك. عشان كده هو حزين زعلان. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان قال له كلاما. قال العلماء ما فرحت الصحابه بشيء كفرحتهم بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان. ماذا قال؟ قال يا ثوبان المرء مع من احب. يحشر المرء مع من احب. فمن احب الله عامله الله بكل احسان، انا عند حسن ظن عبدي بي. ومن احب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معه في الجنه، ومن احب الكفار فهو معه، وكل بحسب حبه. عشان كده اقرب طريق الى الجنه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، تقربك ولا تبعدك. هذه معنى الهم، ان الانسان يحمل هم الناس. للاسف الشديد مش موجود عندنا في ثقافتنا كمسلمين الا النادر، لكن في بعض الاوروبيين، بعض الامريكان، بعض الغرب يضحي من حياته بعام، يذهب الى افريقيا، الى بلاد يعني مستوى التعليم سيء. هو يعرف ايه؟ هو يعرف انجليزي، يعلمهم انجليزي. هو طبيب يعالج، هو مهندس يبني. سنه اسمه ايه مولانا؟ اسمه الهم البشري. يريد ان يقوم بخدمه البشريه في سنه من عمره. لكن احنا استغفر الله مش فاضيين. وانا عندي حديث الدال على الخير كان اكرر الدال على الخير كان قال انس رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أراهم فرحوا بشيء أشد منه. شفت فرح عظيم ليه مولانا يبشرهم بالجنة والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لحظة، الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال النعيم الذي هو أفضل من الجنة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، والشقاء الذي هو أشد من عذاب النار السلب بعدما أعطاك الله وسلب منك. ده صعب أوي. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به، يدفعه على الخير، افعل هذا، اعمل هذا، اجتهد في هذا. هو ده المسلم، هو ده المسلم. لكن انا عايز الخير لنفسي، انا لك من الله ما تستحق. ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. المرء الكلمه الوحيده في العربي التي يتغير رسمها باختلافها في النحو، بالواو في حالة الرفع، الهمزة بالياء في حالة الجر، في
في حالة النصب على السطر. فهمتون؟ المفروض ضمة فتحة كسرة على الآخر ده النحو، لكن التغيير في بنية الكلمة ده صرف. لكن الكلمة الوحيدة في العربي التي تتغير بتغير النطق هي كلمة الإيه؟ ها؟ المرء، امرئ، امرؤ، امرأ. فهمتون؟ أخرجه أبو داود. الخامس والثلاثون. السيد القوم خادمهم. سيد القوم خادمهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة عندما قال لأم أيمن أريد طعاما، قالت ما فيش، فقيرة. طب نريد شرابا، قالت أيضا ما فيش. طب نعمل إيه؟ فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال عندك إيه؟ فقالت عندي غنم لم تتزوج، فكيف يأتي اللبن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أريدها، فجاء فمسح صلى الله عليه وسلم على صدر الغنم فضرت اللبن. مين أول واحد يشرب؟ أنا، وأنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أول من يشرب صاحبة البيت أم أيمن، ثم نعم أم معبد، لا معلش معلش، أم معبد في الهجرة، ثم ها عبد الله بن أريقة كان كافر، ثم أبو بكر، في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم. خادم القوم سيدهم، فيشرب يا مولانا آخرهم، يشرب آخرهم. هذا ما ورد في رحلة الهجرة. وأم معبد أفضل من وصف الرسول اثنين صلى الله عليه وسلم، أم معبد وهالة ابن السيدة مين؟ خديجة رضي الله عنها وأرضها. قل سيدي. سيد القوم خادمهم، هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منسوب يعني في مشكلة، أعرفها بقى. ها؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. ما فيش مشكلة. ها؟ جاء في المواهب اللدنية. المواهب اللدنية ده اسم كتاب في اثنين بالاسم ده. مين ومين؟ القسطلاني وشرحه له مولانا الزرقاني، والتاني مين؟ النبهاني اختصار. في المواهب اللدنية لمين؟ لمولانا البيدولي شرح الشمائل المحمدية. القسطلاني عمل كتاب مطبوع دلوقتي طبعة جيدة، أربع مجلدات شرحها مولانا مين؟ الزرقاني في 12 مجلد، واختصرها النبهاني في كم مجلد؟ اثنين، في بعض المطابع عملته واحد. فالنبهاني اختصر والزرقاني ايها شرح. الزرقاني فقيه مالكي، والقسطلاني شافعي، والنبهاني ايها شافعي. القسطلاني ده عالم كبير قوي، وله شرح البردة، وله شروح يعني كتير قوي. إن مولانا القسطلاني مات سنة 923، أما مولانا النبهاني فانتقل 1350 هجرية، يعني الفرق بين هذا وهذا فرق كبير. نعم. جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني قسطلاني وشرح الزرقاني. شرح الزرقاني عليه. نعم. جزء رابع صفحة 107. يعني الحديث يعني. لكن الحديث ضعيف مش مشكلة. أن السلمة رواه. مش فاهم. سلمة. أن السلمي. رواه عن عقبة بن عامر عن الرسول، وفي سنده ضعف أو انقطع أو انقطاع. ضعف يعني شرط من شروط الصحيح مش موجود. انقطاع يعني انقطاع، يعني في راوي سقط، في راوي والراوي سقط، يبقى الحديث منقطع، والحديث المنقطع مش موضوع ضعيف. ايه شروط الحديث الصحيح؟
اتصال السند ده غير متصل السند. عدالة الراوي ممكن، تام الضبط ممكن، من غير شذوذ ولا علة. لا هنا في علة. ايه هي؟ عدم اتصال السند. الحديث الضعيف الذي لم تتوافر في شروط الحديث الصحيح ولا حسن. الذي لم تتوافر في شروط الحديث الصحيح ولا حسن. وفي سنده ضعف أو انقطاع، ورواه غيره أيضا كابن عساكر وأمين. ابن عساكر صاحب تاريخ إيه؟ لا، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. خطيب البغدادي 400 وكم؟ 73 هجرية. ده ابن عساكر. ابن عساكر أعتقد 556، أعتقد 556 ابن عساكر تاريخ دمشق. الخطيب البغدادي تاريخ إيه؟ بغداد. في تاريخ حلب، في تاريخ القاهرة، يعني كتب التواريخ كتير، بس دي كتب تاريخ علمي، فممكن تضع رسالة علمية كاملة. كتب كتير استخرجوها منها، فدي موسوعات تاريخ على كتب علم. فيقول لك مثلا ومن أهل العصر فلان فلاني وله كتاب كذا، الكتاب كذا ده 10 صفحة يكتبها، جاء بعض العلماء واستخرجوها. نعم يا سيدي، تاريخ بغداد وتاريخ إيه؟ دمشق. قول يا سيدي. وأبي نعيم بسند ضعيف. أبو نعيم، أبو نعيم صاحب الإيه؟ الحلية. قول يا سيدي. وأبي نعيم بسند ضعيف جدا مع انقطاعه، ورواه الحاكم والبيهقي والديلمي. السادس والثلاثون، اللهم بارك لأمتي في بكورها. البركة الزيادة، البركة الخير، البركة إنما. يعني إيه البركة مولانا؟ فاكرين طعام الواحد يكفي 2؟ نعم. وممكن يكفي 3، يكفي 4، دي البركة. في واحد من الصحابة اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نعم الخير كثير والطعام كثير ولكن نأكل ولا نشبع. قال تأكلون متفرقين؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا مجتمعين. فالبركة في وسط الطعام، فلما كل واحد يأكل وحده ممكن لا يشبع، لكن لما نكون مع بعض ونأكل مع بعض كلنا يقرب إلى مين؟ إلى البركة. البركة في وسط الطعام. لما نأكل مع بعض يكون في إيثار. حكم الإيثار في أمور الدنيا مستحب، في أمور الآخرة مكروه. يعني إيه؟ قطعة لحم كبيرة مين يأكلها؟ أنا ولا أنت؟ أنا، أنت وأنت، أنا فهمت؟ يبقى كده في تفضيل. يأتي واحد غريب نعطيه، أحبابنا نعطيه، صغير نعطيه، يبقى في نوع من أنواع الإيثار. الإيثار تفضيل الغير على النفس. هذا الإيثار يجعلك تشبع. عشان كده لما تأكل مع الناس تشبع. في بعض الناس يذاكر مع الناس يفهم، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب الفهم لهؤلاء الناس. فلما أنت تكون جليس لهم بنية العلم، يعني هؤلاء الذين لا يشقى إيهاب جليسهم. قول سيدي. تمام الحديث. عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. السابع والثلاثون. لا لا استنى. البركة في البكور كده، حط لي البركة وحط لي الميعاد. البكور بدري. يعني بدري أنا اليوم أنزل من البيت الساعة 10:30. طيب ذهبت في الصباح في مكان، الظهر في مكان، قبل الظهر، قبل العصر هنا، بعد العصر هنا، إلى مسجد الظاهر، بعد العشاء في مكان. أنا نازل من البيت 10:30. أمس أنا نازل من البيت 6:30. أعطي 4 محاضرات في الصباح. 4 في أبوه.
ثم أعود إلى البيت ثم في درس بعدين. لما تذهب إلى الصباح تعطي درس واثنين وثلاثة وانت قوي وتشعر إن الوقت فيه بركة، غير لما تستيقظ وتنزل متأخر. متأخر يعني يبدأ اليوم متأخر، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم انفرد في الظهور. تحب تحفظ بعد صلاة الصبح، تذاكر بعد صلاة الصبح. الفلاح يعمل قبل شمس تكون صاحية، يعني شمس قوية، يعمل فين؟ بعد صلاة الصبح. الساعة 10 انتهى عمله. في بعض الناس الساعة 10 ينزل من البيت سوف يبدأ العمل. يعمل ايه؟ فده 10 صباحا انتهى، وهذا 10 صباحا لم يذهب يعني في البداية. عشان كده البركة فين؟ في البكور. كيف تكون البركة في البكور؟ ابدأ يومك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. عاوز إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لزوجاته قمنا فاشهدنا رزق ربكن، لأن الله يوزع الأرزاق صباحا. وقالوا عجبا لمن ينام عند الصبح كيف يرزقه الله. عجبا يعني الناس تتعجب من مين؟ من رجل الله يرزقه صبح الله أكبر ونائم. ده نوع من أنواع التعجب. ده حديث رقم هنقرا 37؟ طب معلش عيد 36 كده. تمام الحديث عن صخر الغاملي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. أبو داود من الكتب المهمة التي نحب نقرأها. كده فرق حديث رقم كام؟ 37 38 39 40. معلش الخميس القادم أنا مش موجود لكن لا تخبروا أحد. الحديث اللي بعده ذكرنا نجيب الإجازة ونعطيها لهم، وسنقرأ إن شاء الله يعني 40 حديث كاملة. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. حد يريد شيء مني يا شباب؟ حد عايز أي حاجة؟ ألقي بالأرض.